أهلا بكم في ترند. دعت وزارة الخارجية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين البحرينيين المتواجدين في الجمهورية التركية التواصل مع سفارة مملكة البحرين في أنقرة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة لتسجيل بياناتهم وأرقام التواصل لتنسيق عودتهم لمملكة البحرين يوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020. رصد تقرير أصدرته خرائط جوجل أو جوجل مابس لقياس حركة التنقل المجتمعي أن التردد على قطاعات البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه في البحرين قد تراجع بنسبة 45% منذ منتصف فبراير حتى نهاية مارس الماضي. وكان التقرير الذي حمل اسم كيف أو شاهد كيف يتحرك مجتمعك بشكل مختلف بسبب كوفيد-19 قد أصدرته جوجل لمساعدة مسؤولي الصحة العامة في مختلف أنحاء العالم للتوصل إلى فهم أفضل الاستجابات المتعلقة بتعزيز التباعد الاجتماعي. تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال باليوم الدولي للرياضة الذي يصادف 6 إبريل من كل عام، وشعار هذه السنة النشاط الرياضي والبدني أثناء جائحة فيروس كورونا. وقالت الأمم المتحدة أن ما تمر به دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة، كل هذا لا يعني أن نتوقف عن النشاط البدني. وأوصت منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني الحاد أو 75 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع أو مزيج من الاثنين. وبدورها أوصت اللجنة الأولمبية الدولية برفع الراية البيضاء التي تدل على السلام كرسالة تضامن عالمي لمحاربة جائحة كورونا، مؤكدة أن من أهداف الحركة الأولمبية تعزيز الصداقة والسلام والاحترام بين الشعوب. أطلق النجم البرتغالي في فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو تحدياً جديداً عبر صفحته في إنستغرام يهدف إلى المحافظة على اللياقة البدنية في أفضل مستوياتها رغم البقاء في المنزل. ونشر رونالدو مقطع مصور له وهو يمارس الرياضة في المنزل، وظهر فيه وهو يؤدي نوع من التدريبات التي تقيس قدرة التحمل وقوة الساقين وعضلات منطقة البطن. وأعطى رونالدو اسم كأس غرفة المعيشة لتحديه الذي أطلقه، وسأل متابعيه إذا ما كان يستطيع أحدهم تحطيم رقمه، حيث قام في 45 ثانية بتدريبات وصلت إلى 142 مرة. نتابع. تداولت تونس ورقة نقدية جديدة عليها صورة وجه امرأة، وهي الطبيبة التونسية توحيدة بنت الشيخ. وطرح البنك المركزي التونسي في الآونة الأخيرة الورقة النقدية الجديدة فئة 10 دنانير عليها صورة وجه أول طبيبة في البلاد بهدف تكريم المرأة في المجالين العلمي والطبي. ولدت الطبيبة توحيدة عام 1909 وكانت أول امرأة في تونس وشمال إفريقيا تمارس مهنة الطب.
يقوم مدرس فنون الدفاع عن النفس البريطاني أندرو بالدوك بالركض كل يوم لساعات حول أحياء مختلفة في إحدى المدن البريطانية، وهو يرتدي زي رجل العنكبوت لتشجيع وإقناع الأطفال في البقاء داخل المنزل وعدم الخروج من أجل محاربة كورونا. نتابع. ديفيد إشبيلت مهندس متقاعد عمل في وكالة ناسا وتعلم الخياطة أثناء صنع المظلات في أبولو. اليوم قرر استغلال مهاراته في الخياطة بصنع ماسكات مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية بمساعدة زوجته، مستخدماً آلة الخياطة القديمة التي يملكها والتي تعود لعام 1954، وقد أنتج أكثر من 4100 قطعة. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.